اخباركم كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبارك لكم شوال وكنقول لكم يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه، كل شيء بخير الحمد لله. كنت نشارك معكم واحد المقراج كان شريته فاش جات عندي حنونه للدار البيضاء، مشينا للدرج علال، عجبني هاد القرار زوين. حتى عندي انا واحد البيض كنت عرفت بيه واحد الصديقه ديالي فاش مشيت عندها نيويورك، وعزيز عليا. المهم كان ديما هو اللي كنستعمل سوفونير ليها وكان عجبني، وعجبني هذا. حتى انا عندي لاك بيزين فيها نواغي بلون وعندي لي مابل ميتاليزي في الكري. المهم عجبني هذا المقراج، بغيت نشاركه معكم. كانت حنونة عجبها، بغات في اللون قصيبي ولكن خسارة ما لقاتش. هذا هو الشكل ديالو، حلو زوين. بغيت نشاركو مع الحبابات ديالي أصدقاء ديالي. دابا درت شوية طبخ شوية مع درت مع شوية البرودوي باش نحيد منو داكشي إلا كان شي حاجة لداخل. عاد غنعمر بيه واحد البريزي ديالاتي باش يهيتكم فيها. راه كتعرفوني بهاد القراش كلو على آتاي. وبعدك تغسل ونعمر بواحد بريري ديزو الكلام. نكملوا لي زاشا ديالنا مع جات حنونه قالت والو دينا الاواني شعيب كنسمع به. مشينا عجبني، عجبتني هاد الكوربيه با. انا عندي بحاله في الكحل ولكن عجبني هاد اللون في البرونز، لان انا عزيزه عليا لاكولور برونز. وخديت هادو ديال هكا العسل الزبده كونفيتو اي حاجه نديروها فيها. زوينين حتى حنونه قدرتهم في لي كولور. نتمنى يكون عجبكم، بغيت نشاركو معاكم. عجبني هدا ديال السكر تاعي. أنا لا بوزيسيون لا فورم ديالو لي عجباتني، ما عندي الكوزينة فيها نواغي بلون، عجباتني هاد لا بوزيسيون ديال مكاينش في البلاصة وجا على طول. فوالا عجبني هاد البلاطو، بغيت نشاركو معاكم. زوين وغيجينا مكيخرجش البلاصة بزاف، معاجا على طول. في كيسان ديال القهوة أي حاجة عجباتنا نديروها فيه. هاد الكويسات هادو عجبوني، تاهوما خديتهم من عند أواني شعيب غزالين. كيجيو القهيوة كيجيو الأتاي، المهم أنا كنشرب فيهم أتاي، كيجيو غزالين في الحطة مع الصومية. إيوا نتمنى يكونوا عجبوكم. شكرا شكرا بزاف بزاف بزاف. وقلت نجيبهم معايا لفرنسا باش نتذكر بهم لي سوفونيغ ديالي في المغرب والباكونس لي قديت مع الحباب ومع العائلة ومع صحاباتي اللي كنت شفت في المغرب. كنقول لكم شكرا وصباحكم مبروك، مع السلامة. اللي درت يكون عجبوكم، وكنقول لكم صباحكم مبروك باش ما تمنيتو الصحة والسلامة والهنا. وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي زوينين ديالكم وبيكم باش كنكملها في القناة. كنقول لكم صباحكم مبروك، تحية كبيرة لكم، تحياتي احتراماتي الأخت سميرة.